موضوع بقى معانا الكابتن هاني ابو ريده. سمعنا اخبار كتير جدا الحقيقه. ومعاكم يا فندم؟ ومعاكم؟ لا كابتن هاني ابو ريده معانا بقلبه، لكن مش معانا، مش عارفين نجيبه يا كابتن. الحقيقه سمعنا اخبار كتير جدا الحقيقه امبارح. بعض الاعلاميين طلعوا قالوا ان الكابتن هاني ابو ريده قال الكابتن سمير جالي البيت هو كابتن حازم هواري وقعدنا وقالوا لي ان احنا نحتفظ بعلاقتنا يعني كاصدقاء واحنا عشره. فانا قلت لهم احنا عشره وانا مش هكمل، وانا مش قادر اكمل في اللخبطه دي، ومش قادر اكمل في الدربكه دي. سمعنا كمان تصريحات لحضرتك قلت هاني ابو ريده دائما بينط من المركب ساعه الجد، فطبعا احنا مش عارفين ايه الحقيقه، فقلنا نجيب حضرتك، حضرتك ترد شخصيا. ولا الجزء الاولاني فيه حقيقه ولا الثاني فيه حقيقه، بس هو ده المهم. لا الجزء بتاع هاني ولا الجزء بتاعي. تمام. انما هقول الحقيقه، يعني هقول لك اللي حصل. ان احنا انا فوجئت بان هاني بعت اعتذار عن الاستمرار في اتحاد الكوره وهو تعبان في البيت، ويمكن حازم جالي ورحنا قابلناه، وكانت حاجه مفاجاه يعني، ما كانش في خلفيه ان هو تخلينا نوصل لان يبقى في اعتذار. رحت قعدت معاه واتكلمنا معاه وعادي جدا يعني، واتفقنا ان احنا الموضوع ده هيتعرض على مجلس الاداره امبارح واتعرض، وقلنا ان احنا بنرفض هذا الاعتذار لحد ما يجي ونقعد معاه. وانا شايف ان شاء الله هو مسافر هاني دلوقتي، وكل ما قيل عن لسان هاني او قيل ما هاني يتكلم مع حد، انا ده مش مسؤول عنه، المسؤول عن كلام هاني معايا انا، لان طبعا كل واحد طالع يقول كلام شكل يعني. بس يا كابتن سمير، بعض الاعلاميين امبارح قالوا ان الكابتن هاني ابو ريده في اتصال معاه قال ان هو هيسافر منع للحرج عشان تكون عدت الفتره القانونيه للاستقاله، الكلام ده مظبوط؟ لا لا لا، هي مش طالبه، اصل هو لو عايز يعملها مش طالبه الحرج ولا حاجه خالص، ده بالعكس، ده هو سيبك من المده القانونيه كام، انما العلاقه اللي بينه وبين هاني مش محتاجه لمده قانونيه ولا جوابات، واذا كان هو تعبان وزي ما بيقولوا وعنده مواقف كده يعني، شايف ان هو ضغوط معينه كده داخليه ولا خارجيه كابتن سمير؟ ممكن تكون داخليه وممكن تكون خارجيه يعني، انما عايز اقول ان يعني هو عشان موضوع هاني ابو ريده ده موضوع حساس بالنسبه لي، لان احنا عشره يعني، اكتر واحد تعاملت معاه هاني ابو ريده 20 سنه 25 سنه حوالي 25 سنه عشره يعني، فانا شايف ان هاني اللي هو عايزه لازم احققه له، لان هاني قيمه، وهاني اتحاد دولي واتحاد افريقي واتحاد مصري وعشره طويله، وخلينا نقول بس ننتظر اما يجي ان شاء الله ونجتمع ونحط النقط على الحروف ونستمر باذن الله. هل يا كابتن فعلا سبب المشكله دي الكابتن شوقي غريب، ولا دي اشاعات زي يعني الاشاعات اللي قبلها؟ يعني ما هو اي حاجه ما كانت مطروحه قبل كده هتبقى هتستخدم كسبب يعني، انما خلينا نقول مش ممكن موضوع شوقي غريب هو اللي هيخليني ابعد عن هاني ابو ريده، ولا موضوع يخص ان احنا نعين واحد، انما خلينا نقول ان الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى توصلنا ان شاء الله الحلول، ترضي الاطراف باذن الله وترضي المجلس كله مش انا بس يعني. كابتن سمير، سمعنا الفتره الاخيره طبعا ما فيش حد في مصر ما بيتكلمش على المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سمعنا كان في تفاوض امبارح وفشل، وفي تفاوض بكره وهيفشل، وسمعنا ان انت حضرتك في احتمالات تتجه للمدرب المصري. لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده مش مظبوط لسبب، لان احنا اصلا متفقين كلنا على ان التفاوض اللي تم الحقيقه مع اربع مديرين فنيين دلوقتي، ويمكن هو ده اللي اخرنا برضو، ان احنا الرابع الراجل جه متاخر عن السكادول اللي كان محطوط، وبعد ما قعدنا معاه واتفقنا معاه لقينا الامور مش سهله زي ما كنا متوقعين، فاحنا امبارح في المجلس اخترنا اثنين اللي هم ماتورانا والراجل اللي هو المفروض ان احنا بنحاول تاني معاه اللي كان بيدرب غانا في افي دي، فانا شايف ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي ده هيكون شكله ملامح المدير الفني. اخر سؤال يا كابتن سمير واجابته اه ولا لا، الكابتن ضياء السيد اقرب واحد للمدرب العام؟ والله انا شايفه اقرب، لان اتجاه المجلس انا شايفه اقرب، انما ان شاء الله الاسبوع الجاي بتتحدد الملامح بتاعت المدير الفني بس، ولا المدرب العام، بتاعت الجهاز كله باذن الله. وبعدين على فكره انا بس اخيرا عايز اقول لك، هو اصلا ما فيش استعجال، لان الدوري فاضله شهر ونص، وان حتى لو جه الراجل ده عشان يتفرج على اللعيبه بتلعب في الدوري العام، مش هيجي يقعد، ما يقعدش لمده شهر ونص ما بيعملش حاجه. شكرا كابتن سمير زاهر.